يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الأسد وتوقعات لشهر ديسمبر لعام 2020. برج الأسد عايزين نكون مستعدين للإيجابية، مستعدين للفرص اللي هتكون موجودة في خلال شهر ديسمبر. عندك حقيقي فرص قوية جدا جدا، ولكن من البداية كده لازم نخلي بالنا بالحسد، لأن هيكون عندنا إصابة بالحسد بشكل مش لطيفة. برج الأسد عندك تحسنات على الوضع المهني بشكل رائع جدا، عندك فيه تجديد في مجالك، تغيير، عندك شيء جديد انت هتبتكره او شيء جديد هيتعرض عليك، عندك فيه لقاء مهم او في حدث مهم او في اصدقاء مهمين هيكون هم سبب او ليهم جزء من سبب لعرض مهم مهنيا او فرصة سفر. فبرج الأسد انت عندك فرصة سفر او عندك فيه شيء متميز مهنيا، عندك عرض مهم، عندك مجال جديد داخل عليه، عندك اضافة مهنية، ده اللي اقدر اقوله. عندك ان انت بتاخد كورس او ان انت بتزود عندك درجة تعليمية، يعني مثلا بتعمل دراسات عليا، يمكن يكون وقت مناقشة، عندك حاجة ان انت عايز تعلي من نفسك، تقوي من نفسك دراسيا، تقوي من نفسك للإدراك والفهم المعلومات لثقافة عشان تقدر تساعد في منطقة العمل، عشان تقدر تترقى بشكل مرتاح، عشان يبقى فيه فرصة إيجابية قدامك، هتقدر تخدم نفسك بنفسك، ولكن ده بشروط معينة انت تقدر توصل للنتيجة الكاملة من الإيجابية، وده هنبقى نقوله في النصائح. الوضع المادي بالنسبة لك هيكون في وضع مادي جيد جدا، ولكن انت عايز تصرف عشان عندك مشروع بتعمله، او عندك حاجة لها علاقة بالاستقرار، عندك حاجة لها علاقة ان انت بتصرف او بتعمل تغيير او تجديد، فعندك في مصاريف، ولكن انت عندك في ميراث هتحصل عليه، عندك في مساعدات من الاخرين ماديه، وده هيساعد في الوضع المادي، فيخلينا عندنا حاله من اليسر، يعني مش هيكون في تعثر مادي. فاذا الوضع المادي جيد، الوضع المهني رائع جدا. عندك امورك العاطفيه يا برج الاسد، امور العاطفيه شويه الحسد ممكن يضيعها، الحسد ممكن يبوظ العلاقات العاطفية. غير كده احنا عندنا ان هيكون في علاقات عاطفية حلوة ممتعة، في شيء هيجمع ما بينك وما بين الشريك في الاسبوع الاخير، اول 3 اسابيع انت ممكن يكون يمتلكك العناد، يمتلكك ان انت بتبص للمنطقة المهنية اكتر، بتبص للاستقرار اكتر، محتاج من العاطفة او محتاج من الحبيب، بس انت مش بتدي، يعني انت بتاخد من الحبيب حب اهتمام ويوي، لكن انت مش عارف تضيف، يعني تضيف ليه حاجة. وعلى فكرة ده ممكن يعمل مشاكل، خاصة لو انت بتتعامل مع بعض الابراج، وده اللي هنوضحه في التوقعات العاطفية او فيديو اللي هنتكلم فيه على العاطفة. لكن عامة دلوقتي الوضع العاطفي اول 3 اسابيع هيكون انت عندك برضو احساس اللي هو او الشريك حاسس ان انت تعبان او ان هو تعبان منك او لكن عندنا بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، انت عندك لقاء اجتماعي وعندك صداقات جديدة ويوي، ده هيضيف لك ان انت يكون في ارتباط، في اعجابة. عندك على فكرة كمان زيارات عائلية متبادلة، وده هيضيف ليك ان انت تعجب بشخص. الحذر في حاجة، برج الأسد المرتبطين احذروا من الوقوع في علاقة طرف ثالث، وده أنا بقولها دلوقتي وهقولها في فيديوهات النصايح عشان الناس تاخد بالها بدري. خلي بالك كمان من ان انت مش علاقات الطرف الثالث، علاقات رجوع الماضي ليك وانت حاليا في علاقة أساسا، فخلي بالك قوي لان ده ممكن يعمل لك تشتت، وانت مش في حاجة لتشتت، انت في حاجة لاستقرار نفسي عشان تقدر انك تتعامل مع اللي جاي. برج الأسد عندنا بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين في أجواء عاطفية حلوة، يمكن أحسن وقت عاطفة أو أفضل هو الأسبوع الأخير. في رجوع بالنسبة للناس اللي هم مرتبطين أو متجوزين، ممكن يكون عندك في طفل جديد أو بيبي جديد أو في فرصة سعيدة أو لقاء حلو أو شيء حلو، يعني هيكون في النص التاني هيكون أفضل كتير إن أنت تسمع الخبر ده، إن هو يساعدك إن الكلام ده كله. برج الأسد كمان من الحاجات اللطيفة قوي قوي ان هيكون عندك قوة شخصية، وعندك ثقة في النفس عالية، وعندك تميز، وعندك قدرة هائلة جدا جدا على ان انت تكون يعني نجمك ساطع، اللي هو انت مدير في نفسك، اللي هو انت واثق في نفسك قوي، ان انت هتكون قائد حلو، قائد لشغلك،
يعني ممكن تترقى قائد للأهل، قائد لموضوع معين، قائد لفكرة، قائد لابتكار، انت قائد لشيء متميز، وده هيضيف لك سعادة بشكل يعني رائع رائع جدا، لان يمكن برج الاسد من اكتر الحاجات اللي بيحبها ان هو يكون قائد، فده شعور انت هتحسه وهتلاقيه ملموس جدا جدا. عندك، احنا قلنا ان عندك فرصة سفر على فكرة، وعندك سفر او عمل هو بعيد عن عن البيت، يعني ممكن يكون في فرصة عمل ليها علاقة بسفر يومين ويرجع، او طريق سفر، او بعيد عن مكان بيتك، فعندك ده برضو. عندك بقى امورك العائلية، الامور العائلية يا برج الاسد انت في خلافات عائلية، ولكن في الاخر الموضوع هيوصل لحسن تصرف، لرجوع، لعلاقات حلوة، لان هيكون في 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 فهم وفي حب ما بيننا، يعني في تناغم، في 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 رجوع في العلاقات، يعني بعد الخلافات لا في رجوع في العلاقات. عندك في احتفال هتقضيه انت والعائلة، احتفال بخبر، احتفال بموضوع، احتفال برجوع، احتفال بشيء مهم، الشيء ده انت هتبقى مبسوط كتير ليه، وهتبقى في نفس الوقت ممكن يسبب لك بعض الارتباك شوية. انت الارتباك ليه؟ لان انت هيكون عندك انك مش عارف الخبر ده او الموضوع ده هيبقى اضافة في مستقبلك ايه، او هل ده ممكن شيء ده يضايقك ولا لا، طب انا ليه ما عملتش كذا، طب انا، ففي في سؤال هتسأله لنفسك، هو ده اللي هيخليك مرتبك، في حين ان انت في الاحتفال ده، في الشيء الجيد ده، في الخبر السعيد ده، فعندك كده. طيب برج الاسد كمان عندك شيء مهم قوي، عندك في مشكلة قضائية او مشكله قانونيه، الموضوع هيكون فيه انتصار، بس هيكون فيه كلام كتير وجدل كتير، وموضوع قديم، جدل قديم او مشكله قديمه برضو بترجع تتعاد وبتتفتح مره تانية، هيكون عندك ده. عندك في افتتاح لحاجه، في حدث مهم، عندك مشروع، مشروع يخصك او مشروع يخص احد شركائك، سواء من الاصدقاء، شركائك العمل او العاطفة، يعني ممكن يكون شريكك في العاطفة عنده بداية مشروع او بداية جديدة، وده انت هتسعد او هتبقى سعيد جدا جدا عليه، ولكن هتحسد عليه، يعني لازم نكون حريصين جدا جدا. اما باجي بقول هتحسد عليه بحس ان انا عاملة زي وائل غنيم، مش عارفة عامة يعني، فبرج الاسد في ناس ما تعرفش وائل غنيم عامة، برج الاسد. عندنا كمان الوضع الصحي، الوضع الصحي لازم نخلي بالنا جدا جدا، لان عندنا حالة مش حلوة، يعني انت لو بتعاني من مشاكل ليها علاقة في القولون، ليها علاقة بالصداع بشكل دائم، ليها علاقة ان وشنا بهتان او في صفار، او ان احنا يا بنخس زيادة عن اللزوم، يا بنتخن زيادة عن اللزوم، مش بسبب اكل، مش بسبب علاج زي اللي انا باخده. اما الناس عمالة تقول لي انت بتتخني، والله انا بتخن، يعني في برشام وفي حاجات بتتاخد فبتتخن، فبعد شويه هتلاقوني بفش مره واحده. المهم يعني، فعندك ده، يعني لو انت عندك ده لازم تخلي بالك وتكون حريص قوي قوي انك تكشف، وبطل حته انك مش بتحب الدكاتره، او ان انت بتكبر دماغك من الدكاتره، وانك مش بتحب العلاج ولا بتحب تبلع عقاقير والحاجات اللي زي كده، لا لازم ان احنا نحب العلاج شويه، لان انت ممكن يكون عندك مشكله الموضوع يعلى او يزايد علينا، زايد ان احنا عندنا في موضوع كورونا، وكورونا بتزيد، وكورونا صعبه جدا، يعني لازم نخلي بالنا جدا جدا من الاحتياطات اللي من خلال المرض ده. برج الاسد طولت عليكم بما فيه الكفايه، ولكن انتظروا التوقعات التفصيليه، طبعا هتبقى اكتر من كده، اللي هي الاسبوعيه والتوقعات العاطفيه والنصايح، هعملها قريب جدا جدا. برج الاسد بحبكم كتير كتير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.